متابعينا الكرام متابعين موقع من 24 مباشرة من جامعة أمزميز صلاة الغائب الآن. إن لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ، لا إله إلا محمد رسول الله. دعواتكم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. جميعنا الكرام، دقيقة سنترح من على أرواح. إن لله وإنا إليه راجعون. أرواح ضحايا فاجعة أو كارثة الزلزال الهزة الأرضية اللي عرفتها جماعة أمزميز، لأنه وفيات بالأكثر أكثر على حسب المعلومات اللي أفادنا بها أحد الساكنة، أكثر من 90 وفاة، من بينها واحد السيدة اللي الآن تم الإخراج ديالها من تحت الأنقاض. كاين الناس اللي غادي نقولوا لا إله إلا محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن لله وإن إليه راجعون. راه يخرج دابا مسكينة السيدة من قنوات أجنبية مغربية كتنقل الواقعة أو الكارثة الطبيعية اللي وقعت في المغرب، من بين المناطق المتضررة فهي إقليم الحوز. كنسمعوا أصوات لسيارات الإسعاف، لا إله إلا محمد رسول الله. الآن يتم إخراج أحد السيدات من تحت من مكان اللي تم استخراج ديالها من احد المنازل. فغادي نقولوا ان لله وانا اليه راجعون، اكثر من الدعاء متابعينا الكرام، لانه هاد الناس اليوم حسينا بهم، عرفنا المعاناه ديالهم. كتسمعوا كيف ما كتسمعوا صفيره الاسعاف راه ما كتسكتش. يعني ركينا السيدة كنشوفوا عنصر ديال الوقاية المدني كيعملوا أكثر ما في جهدهم من أجل استخراج الجثث من تحت الأنقاض والصعوبة. إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. الآن كيتم دخول سيارة الإسعاف لنقل السيدة اللي تم العثور عليها تحت الأنقاض. أنتم كما كنتم متابعين الكرام،